قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الكلام ده يا جماعة فيه فوائد كثيرة جدا. من هذه الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم امتلأ قلبه كما سيأتي البيان إن شاء الله تعالى بمحبة الله وبتعظيمه وبحبه والخوف منه سبحانه وتعالى، وكان همه الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك ونشر الخير بين الناس. لأنه يا جماعة زول في شدة الموت شدة الألم كونه يقول الكلمات دي دل على حرصه وأن هذا هو همه صلى الله عليه وسلم. ده همه الدعوة للتوحيد ومحاربة الشرك والكفر وأسباب الشرك كما سيأتي أيضا في الأبواب المقبلة أو القادمة إن شاء الله تعالى. فالزول الداعية إلى الله سبحانه وتعالى ده يكون همه. بعض الدعاة كما قال ابن عثيمين رحمه الله في قول الله تعالى في شرح لكتاب التوحيد في القول المفيد، لما تكلم في قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وذكرنا هذا الكلام من قبل، قال: بعض الناس يدعو إلى الله أي بلسانه وهو يدعو إلى نفسه، يعني هو بيقول الدعوة ظاهرة يدعو إلى الله لكنه غير مخلص يريد المكان هو بين الناس. قال: وعلامة ذلك ودليل ذلك أنه إذا عصي، يعني دعا الناس ثم عصوه، غضب. لا يغضب لأن الله عصي لأنهم خالفوا أمر الله، وإنما يغضب لأنه هو قال كلاما فخالفوه في هذا الكلام. فالزول يا جماعة دعوته دي قبل ما تقعد تتكلم في الدين وقبل ما تجيب تتكلم، شوف انت بتتكلم لشنو، انت داير شنو من الدعوة؟ انت بتبلغ في المساجد وتمشي وتطوف وتتكلم في الحلقات وتلقى الشباب تقعد معاهم والكبار والصغار، وفي المواصلات تناقش، وفي البيت انت بتدعو لشنو؟ انت قصدك من الدعوة دي شنو؟ لو مخلص لله أبشر بالخير، انت في خير كبير. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لو بتدافع عن الدين وتدافع عن الله سبحانه وتعالى انت مخلص، أبشر بالخير تب. لأنه إذا كان في سنن الترمذي حسنه الألباني من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. إذا الزول اللي بيدافع عن زول من المسلمين بيدافع عنه، ده قال لك الله بيدفع عنه النار يوم القيامة، فكيف بمن يدافع عن الله سبحانه وتعالى؟ أنت تكون في خير كبير جدا. وكان كمان بس قصدك من الدعوة شوفوني وكذا والناس يسنوا عليك ومالين موبايلاتهم بتسجيلاتك ومحل ما تمشي في الشارع يا فلان وكذا وتفضل والله ما كذا وكذا وكذا وكذا، انت بعد تورطت اخر لك كان تسكت. اول من تسعر بهم النار شنو؟ ثلاثه في صحيح مسلم. اول واحد في الثلاثه ديل هو الزيداء، يتعلم ويساهر ويحفظ ويدعب ويقرا قران لكنه اراد مدح الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد قيل، يعني بيقولوا لك تراه بشكروك لكن بعدين بتتورط، ما يطرح على وجهه في النار او كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، فالرسول عليه الصلاه والسلام كان همه دعوه الناس الى هذا التوحيد والى هذا الدين العظيم. من الفوائد الزول ما يدعو في حاله الرخاء بس، بل حتى في الشده في لحظات الموت، دي آخر لحظات، دي الوصية خلاص. وصيتك اللي بتكون في آخر لحظات الناس براعوها، خاصة الناس اللي بيحبوك وبيجلوك، فتوصيهم بالعقيدة والتوحيد قبل ما ورقة كتبت الوصية، قبل ما تكتب البيت ده بقوا على 10 والأولاد وحافظوا عليهم وكذا وكذا وما تبيعوا كذا وبيعوا كذا. أول شيء وصيهم بتقوى الله،
وصيهم بالتوحيد أولادك ديل يراعوا العقيدة ويعلموها أجيالنا البعدن، لأن إبراهيم عليه السلام الله قال عنه وجعلها كلمة باقية في عقبه. ولذلك يعقوب عليه السلام في الموت قال لأبنائه ما تعبدون من بعدي، ده هم دي تكون وصيتك أول شيء، بعد ذاك تاني جيب الديون واكتب الحاجات التانية وكذا وكذا وكذا، وقل لهم ما تسووا فراش ما تشيلوا الفاتحة أي بدعة زحوة إلى آخره، بعد ذاك كان موت ترى وبعد تتوب ده الله بيرحمه. فالإنسان يدعو إلى الله في حال الرخاء وفي حال شنو؟ الشدة. والموفق ما وفقه الله، عشان كذا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله قالوا له أنت أي محاضرة تتكلم في العقيدة والتوحيد؟ قال من فضل الله علي ما أقمت محاضرة أو درسا إلا وتكلمت في العقيدة. ده من فضل الله علي، عشان كذا ولده علي ابن الشيخ محمد أمان الجامي قال قال لي أبي قبل أن يموت بلحظات آخر كلام، قال يا بني أقرئ هؤلاء العلماء مني السلام وقل لهم يهتموا بأمر التوحيد، ومات. الشيخ أحمد النجمي ولد عبد الله بن أحمد النجمي ذكر وصيته ونقلوها مكتوبة ونقلوها صوتية، أغلبية توحيد التوحيد 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 إلى آخره.